الشك الطارئ على العبادة بعد فراغي منها لا يلتفت إليه، هذه قاعدة في جميع العبادات. إذا طرأ عليك الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه. هذا يريح جدا شيخنا. نعم، هذه قاعدة مفيدة ومريحة للإنسان. إذا طرأ عليك الشك بعدما فرغت من العبادة لا تلتفت إليه. يعني مثلا الصلاة طرأ عليك الشك بعدما سلمت لا تلتفت للشك. طرأ عليك بعدما أفطرت في رمضان بعدما يعني غربت الشمس لا تلتفت، فلا تلتفت للشكوك الطارئة بعد الفراغ من العبادة. إنما الشك المعتبر الشك الطارئ أثناء العبادة من إنسان أيضا ليس بكثير الشكوك، فهنا يعتبر هذا الشك. فإن كان عنده غلب الظن يعمل بغلب ظنه ويتحرى، إن لم يكن عنده غلب الظن فيبني على اليقين وهو الأقل إذا كان فيه أقل وأكثر، أو عدم فعل الشيء إذا لم يكن فيه أقل ولا أكثر. نعم.